القضية مو هي قضية الرئيس الروسي. الرئيس الروسي اليوم هو يمثل رئيس دولة عظمى، هذه الدولة تريد أن تكون هنالك حالة من التوازن الدولي ما بين القوتين العظميتين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. اليوم احنا لو نشوف التصريحات الأمريكية والتصريحات الروسية، يعني أنه هنالك تصريحات للقادة الروس أنه خلال 30 دقيقة يمكن أن نضرب جميع الأهداف الأمريكية أو الأهداف الأوروبية أو الأهداف الاستراتيجية الأوروبية والأمريكية في هذه الفترة. وكذلك هنالك أيضا مواجهة من قبل القوات الأمريكية بأنها جاهزة على مواجهة أي ضربة روسية أو مواجهة أي يعني عمل روسي، عمل عسكري روسي. القضية أستاذ محمد، هم اليوم هنالك صراع، ليس فقط صراع سياسي أو صراع عسكري، هناك صراع اقتصادي وصراع أمني من خلال أنه المنطقة الآمنة في المنطقة في الشرق الأوسط. اليوم روسيا كما كانت كدولة في السابق في الثمانينات في السبعينات تريد أن تعيد هذا الإرث وتعيد هذا التاريخ بطريقة الوجود وبطريقة إثبات الوجود. وإحنا لاحظنا يعني بعد أنه استخدام الأسلحة في أوكرانيا، واللي كانت يعني أسلحة لم تكن هي تقليدية ولم تكن هي استراتيجية بعيدة المدى تدخل في أمور أخرى، ولكن مع هذا كانت هنالك هيبة لروسيا باتجاه هذه القضية، أو أدخلت الهيبة والخوف في نفوس بعض الدول التي كانت محيطة بها والتي كانت تطمع أن تكون روسيا مفهوم. سألتك أيضا دكتور لنشوع،